السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وباحسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في قناتي ديديس دونورا مع فيديو جديد ووصفه جديده. نتمنى تعجبكم وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم. وكيف ما العاده كنقول لكم اللي ما مشاركش معايا في القناه يشارك معايا ويفعل الجرس باش يوصلو كل ما هو جديد عندي. اليوم غادي نقدم لكم بطبوط صحي بالدقيق الكامل، والسر ديالو باش كيجي من فوق وناجح 100%. ونبداو على بركة الله في المقادير. عندي الدقيق الكامل 500 غرام، عندي 125 غرام ديال الفينو، عندي معلقة ديال الملح والملح كتبقى على حسب الذوق، وعندي معلقة كبيرة ديال الخميرة حبيبات، والماء ديال العجين يكون دافي شوية. وغادي نبداو وغادي ناخدو العجانة ديالنا، ولا اللي ما عندوش عجانة يدير في قصرية. ندير الفينو، دقيق الفينو، دقيق القمح الكامل، وغنزيد عليهم ملحة، والخميرة كما ذكرت، وغادي نعجنهم مزيان، وغنبدا نزيد الماء بشويه بشويه حتى تجمع ليا العجينه ديالي. من بعد ما دلكات مزيان غادي ناخذها وغادي نجمعها شويه بيدي، ومن بعد غادي نديرها في شي حاجه ونخليها حتى تشد راسها مزيان حتى تنفخ وتخمر مزيان، وما كتاخذش الوقت مع الجو دابا سخون. ها هي العجينه ديالي وجدات، غادي ناخذها ونخرج منها دوك الغازات اللي فيها. وغادي نبدا نشكل دوك الكويرات. هي العجينه ديال الدقيق الكامل راه كتكون شويه كتلصق، وهما الكويرات ديالي في شكلتهم، وغادي نبسطهم واحد شويه. وغادي نخليهم واحد 5 دقائق هكاك يترخفوا، ومن بعد غادي ناخذ واحد الكويره وغادي نبدا نبسط فيها بالمدلك باش كيجي رقيق مزيان كيف ما كتشوفوا البنات. غادي نرش شويه ديال الدقيق على ديك البلاصه اللي كنخدم فيها باش ما يتلصقش لينا. وغادي نحطوها، وهاديك العجينه ديالنا باش غادي نشكلوها كامله هكاك غادي نخليوها تخمر واحد 15 دقيقه، نغطيو عليها ونخليوها تخمر.
كيف ما كتشوفوا البنات حتى نكملهم كاملين. وهما دابا هكا غادي نغطيهم، غادي نخليهم واحد 15 دقيقه لين يخمروا فيها واحد شويه، ما نخليهمش يخمروا بزاف. وغادي نديروا المقله ديالنا تسخن ونبداو نخدموهم. وغادي كل ما غادي نحطها غادي نبقى نقلبها كل شويه، غنقلبها ما نخليهاش حتى تنفخ. وهذيك ديال القليب كل مره هي اللي كتخلي لها تنفخ ويجي خاوي من الداخل. كيف ما كتشوفوا ما نخليوش يطيب، غير نحطوه نضربو ندورو. هانتوما البنات كيما كتشوفوا هيا كيفاش كتجينا. غادي نخدم معاكم واحده اخرى عاوتاني. والعافية تكون متوسطة ما تكونش مجهدة البنات باش ما يتحرقش لينا ويطيب على خاطره. نجد معاكم واحدة اخرى. هيا كيف ما كتشوفوا بدا تاني كطلع. راه كيجيو خفاف وكيجيو خاوين من الداخل. نبقاو نقلبو فيهم كل مرة. حتى كيبداو يطلعو. وهي طابت ليا وغادي نبقى نستمر بحال هكا حتى نكمل البطبوط ديالي كامل. وها هو البنات البطبوط ديالي وجد. نتمنى يعجبكم البنات وتشاركوا مع الاصدقاء ديالكم و
فعلوا لي الجرس باش يوصلكم ما هو جديد. شكرا على المتابعة، خليتكم على خير البنات، وإلى فيديو قادم.